كده بحظك. الفارس اللي هنسمعه دلوقتي زميل إذاعي متعدد المواهب، كلكم بتحبوه وكلكم سمعتوه، الأستاذ مأمون أبو شوشة. بقول ايه يا مأمون؟ ايه فن انت بتقضي وقتك ازاي؟ يعني يومك كيف تقضي يوم؟ نهاري غنوة وليلي غنوة. نهاري غنوة وليلي غنوة وقلبي خالي والدنيا حلوة. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا. يعني بتحب ايه بالظبط في الدنيا؟ يعني ايه اللي بيجذبك الى الحياة؟ اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، ان كل يوم جديد، حاجة جديدة في عمري، ناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك، عشان كده أنا سعيد جدا. الناس على فكرة بتفتكر إن أنا بضحك لأني متضايق من جوه، بينما الحقيقة أنا سعيد فعلا، يعني بضحك من أعماقي. بتضحك؟ والله. طيب يعني ماذا في الحياة يستحق أن يضحك عليه الإنسان؟ وماذا في الحياة يستحق ألا يضحك عليه الإنسان؟ يعني أفهم من كده أنك أنت راجل متفائل إلى أقصى حد. جدا جدا، ومندمج في التفاؤل يعني. الحمد لله. طيب قول لي يا مأمون، يعني واضح قوي أن الحياة الإذاعية بتبقى مليانة مآزق ولحظات محرجة وكده، ما وقعتش أنت في حاجات من دي؟ ده أنا طول عمري من قبل ما أتعين في الإذاعة وأنا في مواقف محرجة. كنت أول مذيع خد نفس نظر قبل ما أتعين في الإذاعة مذيع. إزاي الحكاية دي؟ رحت في آخر يوم من أيام امتحانات المذيعين أزور الاستوديوهات، وعامل إن أنا واد فتك وليا صلة سابقة بالإذاعة يعني، وفي بيتها، وعامل إن أنا بقى بعد مثلا شهر هبقى مذيع. فدخلت الاستوديو، الاستوديو كان على الهوا في اذاعه ماشيه، ففي اسطوانه محطوطه دايره اللي بتذاع، وانا مش واخد بالي واقف بشوح واعمل بايدي مش عارف ايه، رحت خابط الدراع بتاع الجرامافون، راحت الاسطوانه عليا. فراحوا كاتبين طبعا ان حصل حد دخل الاستوديو وحصل شوشره وبتاع، فسكتوا عليا لحد ما اتعينت وبعدين حققوا معايا. طيب ده يعني قبل ما تستلم شغلك او في بدايه؟ ده في بدايه الشغل. طيب وبعد كده لما جيت اقدم صواريخ كان امر موقف وقفته في حياتي. ازاي؟ قدمت صواريخ لاول مره يوم 15 رمضان، وكنت صايم ورايح الساعه 3 عشان اقدم الحلقه. فاول ما رحت من باب النظام يعني قالوا لي تتصل بمسرح الريحاني، كنت بساكن في مسرح الريحاني، وتقول ما حدش يخش. فانا رحت متصل بمسرح الريحاني قلت لهم انا فلان، واي حد يجي يخش ورا المسرح ما يدخلش اطلاقا الا الناس اللي انا مديهم ورق. فقالوا طيب، بتوع الريحاني ما شافونيش. علي اسماعيل كان بيضرب المزيكا، علي اسماعيل ضخم كده وعملاق وشعره طالع لقدام كده. وبعدين انا رحت جيت اخش من باب المسرح، البواب قال لي ما تخشش. ما اخشش ازاي يا عم؟ قال احنا عندنا اوامر من مأمون ابو شوشه ان ما حدش يخش. يا سيدي انا مأمون ابو شوشه. قال لا، مأمون ابو شوشه دخل. وحاول ان افهمه ان اللي دخل ده حد تاني مفيش فايده، وانا قلت له طب اندهولي. فرحنا دهله فطلع انه علي اسماعيل، دي اول حاجه. وبعدين دخل، كانت الحلقه الاولانيه فيها السيمفونيه الخامسه بتاعه بيتهوفن، وبتبتدي الجمله الموسيقيه الاولى فيها بتصوير للقدر وهو بيدق الابواب. كان بيتهوفن عمل السيمفونيه دي وهو موشك انه يفقد السمع، فكان معتبر ان دي مرحله زمنيه بالنسبه له وان القدر بيدق ابواب حياته. فقلت ناخد الجملة الأولانية بتاعة القدر يدق الأبواب، وبعدين واحد بيخش بيقول إيه ده؟ طب أقول له القدر يدق الأبواب، فواحدة ترد تقول له مش عاوزين النهاردة. فعملت البتاعة دي واستنى إن الجمهور يضحك، ما ضحكش. رحت عايدها تاني. لا، هي البتاعة كانت بتتعمل إزاي يا مأمون؟ يعني المزيكا كانت بتتعمل إزاي؟
طم طا طا طم طا 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 كده يعني زي دق على الباب. وبعدين واحد يروح داخل يقول انا القدر يدق على الابواب. فواحده بتقول مش عايزين النهارده. عملتها مرتين والجمهور ما ضحكش. وبقيت واقف يعني كان مدلوق عليا مثلا ديشليون جرد المي. وانا شخصيا بغرق لابو شوشتي في شبر مي. تخيل بقى موقفي ايه. كويس يا مامون الحقيقه انما انت معروف ان اعصابك يعني كويسه. الحمد لله. وبتعرف تقابل الجمهور وكده. الحمد لله. طب تفتكر الجمهور الحالي ضحك على نكته القدر يدق الباب؟ يعني هم ضحكوا نص ونص. يمكن ضحكوا مجامله ليا. طيب ممكن تدلنا فكره عن ثقافتك ودراساتك وكده؟ انا تخرجت في جامعه القاهره في كليه العلوم، وكان ترتيبي في البكالوريوس الاول والاخير. يعني الاول والاخير يعني اتخرجت من قسم لوحدي، ما كانش فيه في القسم غيري. فعشان كده طلعت الاول، وعشان كده طلعت الاخير، ومن غير كده كان لا يمكن اطلع الاول. فانا دخلت القسم ده علشان ابقى لوحدي، يبقى ممكن ان انا اطلع الاول. اللي هو قسم ايه؟ قسم اسمه فيرتبريت باليانتولوجي او الحفريات الفقريه القديمه. قسم بيبحث في الجيولوجيا اللي هو علم طبقات الارض، ودي ابحاث خاصه بالبترول. ففي اثنين بس في الشرق الاوسط اللي متخصصين فيه، دكتور يوسف شوقي مصطفى هو الاول، والثاني بكل تواضع هو انا. طيب يا مأمون، ده الناحيه العلميه يعني. طب وجنب كده كمان شاعر واديب وفنان ورسام وايه كمان؟ لا وحاجات كتير قوي. لكن ازاي بتقدر؟ انا قعدت يا استاذ طاهر 7 سنين محتكر الجوائز في الجامعه. ولا فخر. جائزه ايه وايه؟ محتكر جوائز الخطابه والتمثيل والرسم والقصه في المجله. والتهريج سمر والحاجات دي. حاجات كتير انا مش فاكر. عندي يعني مجموعه ميداليات وكؤوس كتير قوي، بس حد يجي يشتريها. طب ايه ال طب قول لي يا مأمون، هل انت راجل شعبي؟ بالتاكيد. طيب علاقتك دي نشات منين؟ يعني اندماجك في اوساط شعبيه وكده نشا منين؟ نشا من حب للشعب، وان انا واحد منه نابع من صميمه. انت ساكن فين؟ ساكن في شارع الهرم. انما يعني شارع الهرم فيه فيلات وفيه عمارات وفيه كشاك صغننه بتاعت كوكاكولا. وفيه بيوت متواضعه جدا. انت ساكن فين هو في دول يعني؟ انا ساكن في رابع حاجه. البيوت المتواضعه جدا. طيب تقدر تديني صوره؟ يعني انت راجل مشهور بانك بتستطيع انك انت يعني تلقط حاجات معينه وتقلدها. ايوه. يعني تلتقط سريعا يعني. فتقدر تديني صورة ازاي يعني الناس او بعض الناس لهم طرائق معينة في كلام، ناس شعبيين، في تعليقهم على الحوادث، في خواطرهم الخاصة، ازاي بيكلموا يعني؟ ممكن. اولا الحاجة اللطيفة قوي في ولاد البلد انهم يعني والكلمة ما فيش غيرها حدقين. فتيجي تفتح قدامه موضوع ولو ان هو ما عندوش فكرة عنه اطلاقا، انما لازم يطلع فهمه جدا. بقول لك امال لا شوف بقى شوف بقى اهي دي بقى انا عارفها من غير ما تقولها لي. وبعدين لما يجي يحكي لك حاجه بقى تقوم تلاقي باستمرار مش عاوز فراغ في الكلام ومش عاوز يدي لك فرصه ترد عليه، فباستمرار بيلاحق كلامه في حاجات في الحوار نفسه ملهاش مكان. زي يجي يقول لك ايه مثلا، فاهم عليا بقى؟ قوم بقى ايه؟ يا اما بقى انا بقى حكم انا بقى، ما انت عارف بقى كل ايش ولو ايش، فاهم عليا بقى؟ صلي بينا على النبي. صلي بينا على النبي؟ زيدي النبي كمان صلاه. حكم ده هو الواد بقى انا قايل له كده، قايل له كده من زمان وحطيتها في عقل بالي. حطيتها فين؟ في عقل بالي.